وبالفعل روحوا. ولما وصلوا البيت بدأت الكنسل هلاوي سمعية وبصرية بتحصل للعيلة كلها شوية، وبدأوا يضربوا بعض ضرب مش طبيعي، واللي مش بيقاوم منهم الضرب بتكون نهايته حرفيا، وبعدها ماتوا كلهم. قصص رعب حقيقية حدثت بالفعل. اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. معكم احمد ربيع من قناه جنب قلبك. من فضلك دايما وانت بتسمع تنزل تشترك في القناه، لو مش مشترك تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت كمان لو عجبتك الحلقه دوس لايك واعمل شير. ارونز قصتنا النهارده حدثت بالفعل من الولايات المتحده الامريكيه. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. لو حصلوا في يوم من الايام لقيتوا نفسكم سايقين خلال الجزء الشرقي من مونتانا، ولقيتوا نفسكم جنب محل اسمه ارونز، بلاش مهما حصل تقفوا عنده. خلونا اشرح لكم كل حاجه. من شهرين كنت جايه بعربيتي من كندا لامريكا، تحديدا كنت رايحه ميزولا في مونتانا. كنت رايحه فرح اختي. انا وهي كنا دايما بنهزر ونقول لبعض اننا هنتجوز، اول واحد يقول لنا صباح الخير في المرحلة الثانوية، ودلوقتي هي فعلا هتتجوز حبيبها واول واحد كلمها في المرحلة الثانوية. كل مرة كنا بنتكلم كنت بضحك وانا بفكرها بالجملة دي. على اي حال انا كنت بقرر اجي لوحدي بالعربية علشان استمتع بالطبيعة الخلابة الموجودة على الطريق بين كندا ومونتانا. لكن للأسف بعد ساعتين سواقة كل الشجر بقى شبه بعضه، والموضوع بقى ممل شوية. خلال الاربع ساعات اللي بعد كده رفيقي في السفر هو طعم الشوكولاتة اللي كنت جايبها معايا، لكن بعد شوية خلصوا. في اللحظة دي قررت اني لازم اقف في اي مكان علشان اشتري شوكولاتة ووجبات خفيفة لباقي الطريق. لما الساعة كانت تقريبا 6 الصبح كنت وصلت واحدة من القرى الصغيرة المهجورة اللي بتبقى على الطريق، بس المفاجأة كانت في المحل الصغير اللي لقيته فاتح ومنور. المحل كان اسمه ارونز. المحل كان عبارة عن مبنى صغير قديم واقف لوحده في قرية صغيرة مهجورة. اليافطة بتاعته كانت بيضة وفيها لمبات حمراء متوهجة كاتبة اسم المحل. المكان كان صغير قديم وقذر، بس الحقيقة المحلات اللي زي دي هدفها الأساسي هو خدمة المسافرين مش إبهارهم. دخلت المحل وأنا واخدة قراري، انا هاخد الحاجة احاسب عليها وهمشي. مفيش كلمة اكتر من قذر ممكن توصف المكان. حيطان بيضة قذرة على الناحيتين باين انهم متنضفوش من زمان. العلامات الصغيرة اللي بتتحط فوق كل منتج علشان توضح اسمه وسعره متقطعين ومرميين على الرفوف الشبه فارغة باهمال. اصحاب المحل ده يا لسه مستلمينه من ايام بسيطة، يا بيلموا حاجتهم وماشيين. عرفت ده من الكراتين اللي مرصوصة فوق بعض ناحية اليمين، وكنت ميالة اكتر لفكرة انهم اصحاب المكان الجداد ولسه بيظبطوا المكان. حتى الحاجة اللي مرصوصة مش مرصوصة بنظام، محطوط اي حاجة جنب اي حاجة، حاجات ملهاش علاقة ببعض مرصوصة فوق بعض على ناحيتين. عموما انا ماليش علاقة بده، انا بدور على حاجة معينة وهمشي على طول. كنت بدور على الشيبسي بس مش عارفة مكانه. رحت للبياع على مكتبه علشان اساله على مكانه. بص لي وضحك، وقبل ما اتكلم هرش في دقنه بهدوء وهو بيسالني انت مين؟ بهدوء جاوبته ساسكاتشيوان. شاور على التلفزيون صغير متعلق فوقه وهو بيقول المفروض اشوف لك ماتش هوكي بقى. خلص جملته وضحك، وده لان المفروض انه قال حاجه طريفه باعتباره يعني كندا مشهوره بالهوكي. ضحكت له كمجامله وانا بقول له بس انا رايح افرح اختي في مونتانا. قال لي بلطف انه بيحب يحضر الافراح علشان يشوف اتنين احباب بيرتبطوا ببعض. سالته لو هو متعود يحضر افراح كتير، هز راسه دليل على الموافقه قبل ما يبص حواليه وهو بيقول لي بصوت واطي اصل احنا عيله كبيره، عيله مترابطه. كان بيتلفت حواليه بطريقة مريبة قبل ما يسألني هو انت اسرتك عاملة ايه؟ قبل ما رد عليه قال انا قلتلك كمان ان احنا عيلة طيبة، طيبة قوي. في اللحظة دي بدأت احس اني خايفة ومرعوبة، كنت عاوزة اخرج من المكان ده بسرعة. قبل ما اخرج ابتسم لي وقال لي
كنت بتسألي عن الشيبسي، هتلاقيه ناحية اليمين في الآخر. قلت هاخد طلبي وحاسبه وامشي على طول، بس قبل ما امشي من مكاني لمحت حد بيبصلي من بره الرف واستخبى بسرعة. لما لمحته كنت عاوز امشي بس الجوع عرسني علشان يجبرني اخد الشيبسي وامشي. لما وصلت عند رف الشيبسي لقيت بنتين صغيرين بيبصولي بفضول، هم دول اللي شفتهم وخفت منهم. ابتسمت ليهم بلطف. الكبيرة كانت لابسة فستان لونه بنفسجي، الصغيرة لابسة فستان لطيف لونه بامبي. البنت الكبيرة ضحكت لي وهي بتقولي هاي، ضحكت لها وبدأت انسى خوفي وانا بقول لها هاي. شوفت على الراجل اللي كنت بكلمه وهي بتقولي انت عارفة بابا اللي كنت بتكلميه ده يبقى مدير المحل ده. ابتسمت وانا بقول لها عظيم. ضحكت وهي بتقولي على فكرة انت حلوة قوي. شكرتها، شاورت على اختها الصغيرة وقالت لي اختي كمان شايفاكي حلوة. بصت اختها بقسوة شوية وهي بتقول لها انت ليه مش بتقولي لها بنفسك؟ البنت الصغيرة بصت لي للحظات قبل ما تقول انت حلوة قوي، علشان كده هنخليكي هتبقي هدية حلوة قوي لعمي. عينيا كانت مليانة خوف. بقي مفتوح على اخره، نسيت كل الكلام اللي ممكن يتقال، وبالرغم ان هما بنتين صغيرين الا اني كنت خايفة منهم يمكن اكتر ما خفت من والدهم. حاولت اتجاهل الجملة الغريبة اللي هي قالتها. خدت الشيبسي وبخطوات سريعة مشيت لحد المكتب وحطيته قدام الراجل علشان احاسبه وامشي. حاول يفتح معايا محادثة تانية لكن انا ما كنتش عاوز اتكلم مع حد تاني اكتر من كده. البنتين جم بخطوات سريعة ووقفوا ورا والدهم. هزيت دماغي علشان احييهم، ما كنتش عاوز اتكلم مع حد اكتر من كده. البنت الصغيرة فجأة سألتني تاكلي كوكيز؟ قلت لها بحزم لا. باباها قال لي البنت بتحاول تبقى لطيفة معاكي، خدي واحدة. لا شكرا. البنت الكبيرة بصت لي ووشها مليان حزن وهي بتقول لي انت قللت الذوق، ووقعت على الارض وبدأت تعيط بحزن. الراجل بص لها وبعدين بص لي وهو بيقول لي مبسوطة كده؟ البنت الصغيرة قالت لي كل واحدة، بس ما كنتش عاوز اكل منهم حاجة. بعد كلام البنت عن عمها بقيت خايفة منهم وشكاكة قوي من ناحيتهم. علشان اهدي الامور قلت لهم طيب هاكل واحدة. فجأة التلاتة سكتوا وبصولي باهتمام بالغ. اخدتها من ايد البنت الصغيرة وانا بقول لهم انا مش جعانة دلوقتي، هاكلها لما جوع شكرا. بدأت استعد علشان امشي. لما لاحظت ملامح الراجل بتتغير شفت على وشه اكتر ابتسامة لئيمة ومخيفة شفتها في حياتي. الراجل بص لي وقال لي لا، عاوز اشوفك وانت بتاكليها، عاوز اعرف طعمها ايه. القلق بان على وشي، ما كنتش مرتاحة. رديت عليه بعصبية لو عاوز تعرف طعمها ممكن تاكلها. ابتسم ابتسامة مخيفة وهو بيقول لي انا اكلتها قبل كده، انا بس عاوز اعرف رأيك انت في طعمها. ما كانش قدامي حل تاني، بدأت اقربها من بقي ببطء، حطيتها في بقي، خدت منها قطمة وشمتها كويس. ريحتها وطعمها اكدوا لي اللي كنت خايفة منه. انت عارفة ده كمعلومة عامة، في مخدر مشهور اسمه كيتامين، ريحته شبه ريحة غزل البنات، لو اتحط في الاكل بكمية معينة ممكن يسبب فقدان الوعي. قلبي كان بيدق بقوة وانا بمضغها. كانوا بيبصولي باهتمام هما التلاتة. البنت الكبيرة كانت ساند على المكتب وهي بتبصلي. الاب الجنون والقسوة كانوا بيلمعوا في عينيه وهو بيبصلي. ما كانتش بايدي اي حاجة اقدر اعملها. حاسة بالعكس، انا خايفة. فجأة سمعت اكتر ضحكة مخيفة ممكن تسمعها في حياتك. اللي بيضحك كان في اوضة بابها مقفول ورا المكتب، صوته كان كأنه راجل عجوز بيضحك ضحكة شريرة ومخيفة. سمعت بعدها صوت حاجة جامدة بتخبط في الأرض. بعد كده سمعت صوت حد بيزحف على الأرض. كنت ببص على الباب وجسمي كله بيترعش. البنت الكبيرة حضنت أختها والرعب بان على وشها وهي بتقول لا لا، ده صحي. كل حاجة مخيفة ممكن تحصل لي كانت بتدور في خيالي. الخوف بدأ يزيد جوايا، جسمي كله كان بيترعش، كنت بتنفس بصعوبة من كتر الخوف. فجأة الراجل اتحرك
وحط ايده في جيبه وطلع سكينة جريت بأقصى سرعة قدرت عليها وهو بيجي ورايا. وصلت لعربيتي بسرعة وانا سامعاه بيصرخ فيا بوحشية. مشيت من المكان بأقصى سرعة. لما اتمكنت من الهرب لاحظت وانا ماشية بالعربية على جانب من جوانب الطريق بنت بتشاورلي اقف. طبعا اي حد في الموقف ده منكم بدالي ما كانش هيقف لحد في المكان ده تاني مهما كان. ولكن اللي حصل عكس كده. اللي حصل اني وفي عز رعبي وخوفي بسبب اللي حصل من دقايق لقيتني بوقف العربية ومش فاهم عملت كده ليه. حاجة جوايا طمنتني للبنت دي فوقفت بدون ولا كلمة. فتحت الباب الخلفي للعربية وركبت وشاورت لي اتحرك وانا مسلوبة الارادة وبدون اي رد فعل مني عملت اللي طلبته. في الاول توقعت انها عايزة عربية توصلها لمكان معين ولكن اكتشفت غير كده. شاورت لي اقف لما بعدنا مسافة كبيرة من المحل الملعون ده. اخيرا اتكلمت وقالت لي انت مين وايه اللي دخلك المكان ده. في ايجاز حكيت لها كل حاجة حصلت. لقيتها فجأة بصت لي بصة فزع ممزوجة باستغراب. المحل ده كان بتاع ناس زمان من اكتر من 27 سنة والناس دول كانوا فاتحين المحل ده علشان يبقى مجرد برفان علشان يعرفوا يتاجروا في عقار معين اللي بياخدوه بيتخدروا تماما ولكن مش فاكرة اسمه. ردت عليها وقلت لها ايه الكتاب مين؟ ايوه فعلا انا مش هسألك عرفت منين لاني متأكدة انك جربتيه. المهم الناس دي في يوم من الايام في واحد جارهم كان كاره جدا اللي هما بيعملوه وكان شايفه ضرر كبير لاهل القريه. المهم قرر انه يعمل لهم فخ ويوقعهم فيه واستخدم معاهم سياسه الجزاء من جنس العمل. بعت مجموعه شباب تبعه يشتروا كميه من العقار ده وقد كان اخذ الحاجه اللي اشتراها منهم وعمل حفله كبيره كان متعود يعملها كل شهر كنوع من انواع الترفيه. لما عزمهم قعدهم في مكان وقعد بقيه المعازيم في مكان تاني وامر بتقديم اكل ومشاريب مخصوص ليهم. واللي اتفكري فيه يا استاذه حصل حط لهم في الاكل والشرب اللي نزل لهم هم واولادهم كميات كبيره جدا من العقار ده. خلصت الحفله ومشي المعازيم ومن ضمنهم العيله دي اللي بالمناسبه مكونه من اب وام وبنتين صغيرين وولد حوالي عنده 17 سنه. وبالفعل روحوا ولما وصلوا البيت بدأت الكارثة. هلاوة سمعية وبصرية بتحصل للعيلة كلها شوية وبدأوا يضربوا بعض ضرب مش طبيعي واللي مش بيقاوم منهم الضرب بتكون نهايته حرفيا. وبعدها ماتوا كلهم ومن يومها وهم بيظهروا في المحل ويصطادوا أي شخص بيقرب من المحل. المحل اللي بالمناسبة ما فيهوش غيرهم يعني ولا شيبسي ولا أي شيء بيتباع يجبر أي حد يروح علشان يشتري واللي بيقع في ايديهم لازم يشربوه من نفس الكاس. وعلى فكرة احمد ربنا انك لسه عايشة ونجيتي من ايديهم من ضمن الاف ماتوا على ايديهم بمصيدة السوبر ماركت. خلصت كلامها وبعد ما حمدت ربنا سألتها عرفت القصة دي منين؟ انا كمان نجيت من ايديهم بعجوبة انا مش من هنا واللي عرفني القصة دي الراجل اللي تسبب في موتهم علشان يريح الناس من شرهم. شافني رايح على المحل ومسك ايديا زي اللي خاطفني ودخلني بيت متواضع بيبعد عن المحل ده حوالي 50 متر. الاول اترعبت منه ولما دخلت قال لي ما تخافيش. بعدها قال لي جملة هي اللي طمنتني لو كنت وقعت في ايديهم ما كنتش هسامح نفسي طول عمري. وبدأ يحكي لي القصة دي وحذرني من المكان ده. وعلى فكرة القصة دي لسه صاحبها حكيها لي قبل ما قابلك بدقايق. كنت رايحة فرح صاحبتي بعربيتي وعطلت اول الشارع ولما ما لقيتش حد يساعدني والوقت جري حسيت بالجوع والعطش فروحت المحل ده. خلصت اللي بتقول وانا حاسة اني دايخة وبقاوم الاغماء بصعوبة وحاسة اني مش قادر اسوق من المخدر اللي اخدته. وعرفتها بنفسي عرفتها اني اخت العروسة واني رايح لها فرحها دلوقتي. واستغربت انها قالت لي على اسم العروسة طلعت هي اختي. ممكن تكون صاحبتها جديد وانا معرفهاش. لما لاحظت اني تعبانة عرضت عليا انها تسوق بدالي.
فوافقت ووصلنا بالفعل الفرح. خلصت قصتنا الليلة، ويا رب تكون عجبتكم، ولو حصل ونالت اعجابكم يا ريت بس تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة والضغط على زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناة جنبت قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم احمد ربيع من قناة جنبت قلبك، والسبيلنج بتاعها بالفرانكو عرب جي ام دي قلبك اي ال بي كي. كمان عندنا بيج على فيسبوك اسمها كوكب الرعب، هتلاقوا لينك البيج في الديسكريبشن، واللي بينزل عليها حاجات تانية وقصص وملفات ما بتكونش مسموحة النشر هنا على يوتيوب، نظرا لانها غير مناسبة لمعظم المعلنين وحاجات كده مش عايز اوجع دماغكم بيها. كمان لينكات الانستجرام والتيك توك وكواي برضه هتلاقوهم تحت في الديسكريبشن، وللناس اللي عايزة تتواصل معايا بشكل شخصي هتلاقوا لينك الاكاونت الشخصي الخاص بيا على فيسبوك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.